السلام عليكم. عصا أمريكية اقتصادية في وجه عصيان إيراني سياسي وأمني، ربما يكون هذا أقرب توصيف إلى حقيقة العقوبات الأمريكية المرفوعة ضد طهران اليوم، وهي عقوبات الهدف المعلن من ورائها دفع الإيرانيين إلى طاولة المفاوضات بحثاً عن اتفاق نووي جديد. عقوبات تعيد إلى الأذهان ذكرى أيام الحصار العالمي لطهران قبل سنين خلت، إلا أن الجديد اليوم هو أن إيران بات لها أصدقاء في النادي الغربي، فأوروبا تكيف قوانينها وأوضاعها بما يتماشى مع هواها الاقتصادي الذي صار إيرانياً أكثر من أي وقت مضى. عقوبات اقتصادية أمريكية بالجملة من المنتظر أن تزداد شراسة قبل نهاية العام الجاري، يقابلها موقف أوروبي وروسي وصيني غير متحمس للإجراءات الأمريكية الأحادية. إلى أين سيقود هذا المشهد إيران والمنطقة معها؟ وما مدى قدرة واشنطن على إخضاع الإيرانيين إلى مطالبهم؟ وكيف يمكن لطهران أن تفيد من حلفائها الباحثين عن مصالحهم في أسواقها؟ هذا ما تبحثه حلقة اليوم من برنامج حديث العرب، فأهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذا اللقاء الجديد. مجددا، إيران تحت طائلة العقوبات الأمريكية، حزمة عقوبات تتضمن حظرا على مشتريات إيران بالدولار الأمريكي وتجارتها في المعادن والفحم وبعض البرمجيات والقطاع الصناعي. واشنطن التي انسحبت قبل شهور من الاتفاق النووي مع إيران تهدف بحسب المتحدثة باسم وزارة الخارجية هيذر ناورت إلى إجبار طهران على الجلوس إلى طاولة التفاوض وإبرام اتفاق جديد يشمل برنامج إيران النووي والصاروخي والدعم الإيراني للإرهاب وأنشطتها مزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط. وسائل الإعلام الإيرانية أبدت شيئاً من اللامبالاة إزاء العقوبات، وأبرزت أنباءً عن تعافي جزئي للعملة المحلية في مواجهة الدولار الأمريكي بعد إقالة رئيس البنك المركزي. مناورة إعلامية ربما لا تصمد بعد تصريحات إسحاق جهانجيري نائب الرئيس الإيراني التي اعترف فيها بتأثير العقوبات الأمريكية الجديدة على الاقتصاد الإيراني. وبحسب محللين، فإن العقوبات الأمريكية من شأنها أن تفاقم الأزمة الاقتصادية التي تواجهها طهران، إذ يتوقع أن يفقد الريال الإيراني المزيد من قيمته الشرائية، كما يتوقع أن يعزف المستثمرون الأجانب عن الاستثمار في إيران فضلاً عن سحب استثمارات قائمة بالفعل. كل ذلك من شأنه أن يزيد الضغوط على النظام الإيراني، لا سيما بعد تطبيق الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية في شهر تشرين الثاني المقبل، في ظل تصاعد الاحتجاجات الشعبية التي باتت تنادي بإسقاط النظام برمته. غير أن ثمة من يرى من المحللين رأياً آخر، فإيران عملياً تواجه عقوبات أمريكية متنوعة منذ 4 عقود، ناهيك عن أن معادلات القوة هذه المرة تختلف، فالاتحاد الأوروبي أعرب عن أسفه الشديد لإعادة فرض العقوبات الأمريكية على إيران، وفعل قانوناً يحمي شركاته من التأثير الثانوي للعقوبات على الشركات الأوروبية العاملة بإيران. بل إن مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد فيدريكي موغيريني أكدت أن الأوروبيين وحدهم يحق لهم تحديد الطرف الذي يتعاملون معه. من جهة أخرى، فإن كل من روسيا والصين وتركيا أعلنت مواصلتها التعامل مع إيران وعدم التزامها بالعقوبات، فهل ينجو نظام طهران من الفخ الأمريكي؟ هذا الموضوع أبحثه مع ضيفي في الاستوديو، الدكتور محمد عبد المجيد الباحث في مركز الدراسات الإيرانية، وعبر الهاتف من أمستردام سعد الكعبي الباحث في الشأن الإيراني. أهلا بكما ضيفينا الكريمين. أبدأ معك دكتور محمد. بخلاف أسلافه، يبدو أن دونالد ترامب الرئيس الأمريكي الراهن الحالي يبدو أنه يمتلك رأسا حاميا. هذا الرأس هو الذي يقوده إلى مواصلة الضغط على الإيرانيين، ماذا يريد بالتحديد؟ جوهر المطلب الأمريكي من إيران الذي يدفع كل هذا الضغط عليها؟ في الحقيقة تعتقد الإدارة الأمريكية الحالية وعلى رأسها ترامب أن مزيدا من الضغوطات على إيران سيجبرها على القبول للجوء لطاولة المفاوضات بهدف إبرام اتفاقية جديدة تكون بديلا للاتفاق النووي الذي وصفه ترامب بأنه أسوأ اتفاق تعقده الولايات المتحدة حتى تاريخها. يهدف الرئيس الأمريكي ترامب من خلال هذه العقوبات إلى إجبار إيران
على اللجوء إلى طاولة المفاوضات لإبرام العقد الذي لا يتعلق فقط بالملف النووي الإيراني. أحد العيوب، إحدى العيوب التي يذكرها ترامب في الاتفاق النووي السابق هو مشكلة أنه لا يتناول الملفات الأخرى التي أقحمت إيران فيها نفسها. فيريد ترامب من خلال الاتفاقية الجديدة بحث، يعني وضع ملفات أخرى على الطاولة، منها الملف الصاروخي الإيراني وعلى رأسه الصواريخ البالستية، وإضافة إلى الملف الذي يهمنا كعرب في المنطقة وهو ملف التدخل الإيراني في المنطقة. نعرف أن إيران لها نفوذ كبير في المنطقة، وازداد هذا النفوذ حقيقة في السنوات الأخيرة. هدف السياسة الأمريكية في الوقت الحالي هو تغيير سلوك النظام الإيراني، ويبدو أن ترامب جاد في هذا الأمر ويقول لإيران أنك إذا لم تغيري هذا السلوك فستخضعين لعقوبات وضغوط خارجية وداخلية. الحقيقة أن هذه العقوبات أرى أنها تأتي كرسالة واضحة من قبل ترامب أن لإيران أننا لن نغض الطرف عنك يا طهران كما كان يفعل الرؤساء الأمريكيون السابقون. الهدف جلب إيران إلى طاولة المفاوضات لتحصيل اتفاق جديد يشمل مختلف الملفات. لماذا لن نغض الطرف عنك يا طهران كما كان يفعل أسلافنا؟ لماذا الآن؟ لماذا الآن؟ أنا أعتقد في الحقيقة أن هناك سياسة أمريكية، سياسة استراتيجية، هناك استراتيجية أمريكية. هل هناك استشعار أمريكي غربي أو تحديدا أمريكي من خطر إيراني ما مثلا؟ أنا هذه نقطة كنت أود أن أتحدث فيها. هناك في الحقيقة استراتيجية أمريكية لا تتغير مع تغير الرؤساء الأمريكيين، ولكن هناك تغيير في التكتيكات. في المرحلة الماضية كانت الاستراتيجية الأمريكية تقتضي بأن يعلن الرئيس، يعني أو يغض الرئيس الأمريكي الطرف عن تدخل إيران في المنطقة، ليأتي الرئيس الذي يتبعه ويقول لها أنك يعني زاد نفوذك كثيرا في المنطقة وأنت أقحمت نفسك في شأن لا قبل لك به، فعليك الآن الحد من نفوذك. أفخاخ سياسية أو أمنية؟ أنا أرى هذا في الحقيقة، وهذا ما يثبته الواقع، لأنه على مدى سنوات كان هناك سياسة الشد والرخي كما يقال. يأتي رئيس أمريكي ويتخذ موقفا لينا ليأتي بعده رئيس آخر، يعني يأتي بموقف متشدد، وهذا ما أراه. فإذا السياسة التي يتبناها ترامب حاليا ليست من بنات أفكاره، بل هي استراتيجية تسير عليها الإدارة الأمريكية وإن اختلفت بجمهوريها أو ديمقراطيها. دعني أسمع رأي الأستاذ سعد الكعبي من أمستردام. يعني لو وصلنا الحديث في ما وراء هذه الحملة من الضغط على إيران، الأهداف المعلنة عديدة حقيقة، لكن أبرزها هو اتفاق نووي جديد، وقف أو تغيير سياسة طهران التي تزعزع الشرق الأوسط، ثم وقف دعم الإرهاب والانسحاب من سوريا. هذه أبرز المطالب الأمريكية من إيران. برأيك هل ثمة مطالب غير معلن عنها، غير مصرح بها، يجري التفاوض عنها سرا وراء تحت الطاولة كما يقال؟ السلام عليكم، تحياتي. وعليكم السلام، شكرا جزيلا على الاستضافة. اهلا وسهلا. طبعا هنالك امور عديدة اتصور معلنة وغير معلنة فوق الطاولة وتحت الطاولة. هنالك تفاوضات كثيرة بخصوص الملف الإيراني النووي، وأيضا المعلن منها هو مثل ما تفضلت، هنالك يعني وقف إيران بالنسبة إلى نشاطاتها النووية الغير المشبوهة صراحة، والتي لم يوفي الاتفاق السابق التي انسحبت الولايات المتحدة الأمريكية منه بوقف إيران بمشروعها النووي وأيضا البالستي وأيضا الصواريخ ذات الرؤوس النووية، بالإضافة إلى هنالك لم يتم هذا الاتفاق النووي السابق بالحد من التوسع الإيراني في المنطقة وأيضا دعمها للإرهاب والميليشيات الإرهابية في سوريا العراقي وفي اليمن
ولبنان وغيرها من الأماكن. طبعا هو يعني لماذا الآن الولايات المتحدة، أنا أحب أن أعرج على سؤالك للضيف، لماذا الولايات المتحدة يعني هل هي جادة أو تريد أن بالفعل تريد أن توقف إيران؟ طبعا أتصور هنالك بوجوه الإدارة الأمريكية التي معذرة سيد سعد، يبدو أن هناك مشاكل فنية في الصوت، سأعود إليك بعد قليل. دكتور محمد عبد المجيد، يعني يبدو أن الأمريكيين يتبعون سياسة العصا والجزرة، فهو في الوقت الذي يهدد فيه باللجوء أو أن العقوبات المغلظة سيحين أوانها بعد 3 أشهر من الآن تقريبا، في الوقت ذاته يلوح باستعداده الكامل للجلوس إلى المفاوضات مع الإيرانيين. هل هذه السياسة والإعراب عن الاستعداد للجلوس مع الإيرانيين، هل ثمة وراءها رغبة أمريكية بعدم اللجوء إلى العقوبات المغلظة على الإيرانيين؟ في الحقيقة إذا قبلت إيران بالشروط الإيرانية لن يكون هناك داعي لهذه العقوبات. هذا ما يريده ترامب في الحقيقة. ترامب منذ 8 مايو أيار أعلن أننا سنطبق العقوبات بعد عدة أشهر، ليعطي مجالا لإيران للتنازل في بعض الملفات مقابل عدم تطبيق العقوبات. الآن يقول ترامب، يريد أن يقول لإيران أنك إن لم تخضعي لمطالبنا ولشروطنا فهذا سيؤدي إلى زيادة العقوبات وسيؤدي إلى مزيد من الضغوط عليك في الداخل. فإذا يعني ليس هناك في الحقيقة اختلاف بين في الموقف الأمريكي. الموقف الأمريكي يقتضي بوجود عقوبات قاسية مع فتح الباب للحوار. إن لجأت وقبلت بالحوار لن تكون هناك عقوبات، واللجوء إلى الحوار يعني أنك ستقدمين تنازلات ربما يرتفع سقفها أو ينخفض حسب ما تراه الإدارة الأمريكية. دعني هنا أسأل مرة أخرى الكعبي، يعني ما تطلبه واشنطن سيد سعد من الإيرانيين لو جمعناه في حزمة واحدة واستجاب الإيرانيون له، هذا يعني أن سقوط نظام الحكم في طهران مطالب لا قبلة للإيرانيين بتحقيقها. ما الذي يمكن برأيك أن يلبيه الإيرانيون وما الذي يمكن أن يتنازل عنه الأمريكيون؟ هل رفع الأمريكيون السقف حتى يحصلوا على حد أدنى من ذلك مثلا؟ أعد السؤال. لا بأس. يعني أنا قلت لك إن الأمريكيين طلبوا من الإيرانيين مطالب لو نفذها الإيرانيون هذا يعني عمليا سقوط نظام الحكم في طهران. السؤال هو ما الذي يمكن أن يلبيه الإيرانيون من هذه المطالب الأمريكية وما الذي يمكن أن يتنازل عنه الأمريكيون منها؟ طبعا هنالك بعض الملفات العالقة، مثل يعني ممكن أنا أتصور هنالك تفاوض وهنالك تقدم بالنسبة إلى الملف السوري، فإيران طهران أعلنت بأنها مستعدة بالانسحاب يعني والتراجع من يعني تدخلها في سوريا، وهذه خطوة تصور تصب في صالح المفاوضات دعم موقف إيران وخصوصا الموقف الأوروبي الذي ممكن ربما يكون داعم قوي لهم في إن تراجعت إيران سوريا. لكن سيد سعد، يعني برأيك، يعني معذرة سأتركك تكمل الإجابة، ولكن هل إيران أرسلت المقاتلين ودفعت المليارات وبحسب الأرقام يعني دفعت نحو أكثر من 50 مليار دولار على نظام الأسد في سوريا وتحملت كل هذا العبء السياسي والاستراتيجي والأمني من أجل أن تخرج من سوريا بهذه السهولة برأيك؟ طبعا هنالك يعني التكلفة ممكن تكون باهظة أكبر بسقوط النظام إن لم تتراجع إيران في الملف السوري أعتقد، وخصوصا الآن نرى هنالك تراجع حقيقي وهناك العقوبات التي إن وافقت كما تفضل إيران بالاتفاق جديد، فمعنى هذا أنه سيقف هذا النظام بكل الأحوال سواء عقد هذا الاتفاق أم لم يعقد. هنالك كثير من القضايا أمريكا بس تحركها، خصوصا هنالك حراك شعبي داخلي داخل إيران يضغط على الحكومة الإيرانية بواسطة الترف نياب قادة إيران والتضخم الآن الموجود، هذا ضغط على النظام الإيراني الحالي. فإن لم يتراجع النظام الآن أعتقد أنه في مثل ما صرح
مستشار الأمن القومي بأن إيران لن تكمل هذا النظام، لن تكمل عامه في 40 سيارة عاد. فالإدارة الأمريكية عاد عن معذرة سيد صعب، يعني أنا أعتذر عن إكمال هذا الإجابة، ربما يعني نجد حلا لهذه المشكلة التي ليست من عندنا. السؤال هو الآن، إلى أي درجة إيران بحسب مراقبتك ومتابعتك للسلوك الإيراني المتفاعل مع هذه العقوبات، إلى أي مدى إيران أو طهران تشعر بأنها أمام تحدي وجودي لنظام الحكم فيها من جراء هذه المواجهة مع أمريكا حاليا؟ الحقيقة أن النظام الإيراني بدأ يستشعر جدية ترامب والإدارة الأمريكية وجدية العقوبات الإيرانية حتى قبل دخول العقوبات حيز التنفيذ. فمنذ في الشهور الماضية ومنذ أيار الماضي بدأت الاحتجاجات في إيران تشهد منحا مختلفا، كما شهدت البلاد ارتفاعا كبيرا في الأسعار، وانخفضت قيمة العملة الإيرانية إلى 3 أضعاف تقريبا. فقد كان سعر التومان الإيراني مقابل الدولار الواحد 4500 تومان مع نهاية مارس آذار الماضي، ووصل مع نهاية تموز الماضي يعني قبل 10 أيام إلى 11500 تومان. فهو الحقيقة لا يمكن أن نسميه يعني انهيار اقتصادي، لكن هناك أزمة اقتصادية حادة في إيران، وهذه الأزمة ستتعمق وتزداد بعد 3 أشهر حين تفرض العقوبات على قطاع الطاقة في إيران، وهو القطاع الذي يتغذى عليه النظام الإيراني. إذا لم يكن هناك تصدير للنفط وجلب لهذه عائدات النفط فلن يتمكن. لكن إيران يعني تعايشت مع هذا الوضع سنين طويلة ولم يكن هناك حلفاء أوروبيون لها لأقلمت. لكن في الحقيقة كانت هناك الكثير من الثغرات في العقوبات الأمريكية الماضية كان يمكن لإيران الالتفاف عليها، وقد تمكنت بالفعل يعني بمساعدة بعض الدول والأصدقاء وربما السماسرة من الالتفاف على هذه العقوبات. لكن الإدارة الأمريكية الحالية حاولت سد كل هذه الثغرات أمام إيران، وبدأ النظام الإيراني يدرك هذا الخطر، ولذلك يعني يحاول اللعب بأوراق متعددة للحصول على يعني أو خفض سقف التنازلات التي سيلجأ إليها. لكن ثمة من يقول أن إيران اليوم لديها حلفاء في النادي الغربي، أوروبا حليفة وتحاول أن تكيف قوانينها. نريد أن نبحث هذا في المحور الثالث، لكن قبل ذلك أعزائي المشاهدين نذهب إلى فاصل قصير ونستأنف بعده حديث العرب. مشاهدي قناة الرافدين الكرام، يمكنكم متابعة بثنا عبر القمر الصناعي سوهيلسات على التردد 11142 عمودي، وعبر القمر الصناعي نايلسات على تردد 1238 أفقي. ولمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع موقع القناة الإلكتروني عبر الإنترنت. أسعدكم الله، ما زلنا وإياكم في الحديث عن الأزمة الراهنة بين واشنطن وطهران. أذهب إلى أمستردام مع سيد سعد الكعبي. سيد سعد، استنادا إلى الإجراءات الإيرانية في ردها على العقوبات الأمريكية، وهي إجراءات حتى الآن انحصرت بشكل دفاعي، يعني إيران تحصن جبهتها الداخلية من دون أن يكون هناك ردود سياسية أو غير سياسية أمنية وما شابه على الأمريكيين في المنطقة، ماذا تقرأ في هذه الإجراءات؟ طبعا إيران أنا أتصور بأنها يعني ترتقب هذه الفترة ردات الفعل الدولية حولها، وخصوصا هي تعول كثيرا على الموقف الأوروبي
في الحد من هذه العقوبات التدخل، وايضا تنتظر، فهي يعني تمارس كثير سياسه الانتظار، وايضا لها نفس طويل في يعني في مساله التفاوض، وايضا جر وهي تعتمد على اختلاف الازمات في المنطقه، وربما هي تعتمد على هذه الفتره في لربما يحصل امر او موقف في ردع او تراجع الموقف الامريكي من العقوبات. لكن انا اتصور بان حتى هذا الانتظار، اتصور ان النظام الايراني مقبل على يعني حقبه جدا صعبه، وهو سيواجه خطر السقوط. هنالك تلويح امريكي بالنسبه يعني سيد سعد اليس في هذا الكلام الذي تتفضل به، مع الاحترام طبعا له، اليس فيه الكثير من العاطفيه، بل ربما من هناك يقول انه فيه الكثير من السطحيه؟ هل يعقل ان يسقط النظام الايراني الراسخ في ايران بمجرد عقوبات امريكيه؟ اصحابها الامريكيون يقولون اننا لا نريد اسقاط النظام الايراني. نعم صدق، ولكن هنالك محركات وادوات اخرى تستخدم في يعني امريكا باستطاعتها استخدامها، وايضا 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 دور المعارضه الايرانيه الان، حتى ان يعني هنالك مسؤولون امريكيون يشاركون في مؤتمرات والمعارضه الايرانيه ويلوحون بهذه الورقه يعني الدعم، وايضا خصوصا الان حتى لربما هنالك موقف اوروبي متراجع بالنسبه الى دعمه لايران. انا لا اعتقد هنالك تحالف بالنسبه للاوروبيين مع ايران، هنالك لغه المصلحه، وهنالك ايضا لو قارنا حجم المصالح اوروبا مع ايران بالمقابل الى مع امريكا، ستجدها انها يعني لن تخسر اوروبا السوق الامريكي مقابل يعني يقدر حجم التبادل التجاري بينها وبين ايران 10 مليارات، بينما يصل الى تريليون بالنسبه الى اوروبا مع الولايات المتحده الامريكيه. فهذا الامر انا اتصور هنالك سوف تكون هنالك تحرك داخلي، اتصور ايران ستكون هنالك ستتوسع المظاهرات والاحتجاجات داخل ايران هنالك مع الحقبه الثانيه من طيب. من العقوبات القادمه في شهر جميل. نوفمبر. هذا التحرك الداخلي سنربطه، سنحاول البحث عما اذا كان هناك رابط بينه وبين هذه العقوبات بعد قليل. لكن قبل ذلك دكتور محمد عبد المجيد، الاجراءات الاستباقيه التي قامت بها طهران قبل تنفيذ العقوبات يوم الثلاثاء الماضي، عزل نائب رئيس المصرف المركزي وتوقيفه بعد ذلك، ثم الحديث عن تحسن نسبي في سعر التومان أو الريال الإيراني، هل هذه الإجراءات كافية لمواجهة هذه العقوبات؟ في الحقيقة يدرك المسؤولون الإيرانيون أن هذه الإجراءات لن تكون كافية. الآن هناك الكثير من المحللين ومن الخبراء داخل إيران وإن كانوا يعني أثنوا على الخطوة الأخيرة التي قام بها الرئيس روحاني، إلا أنهم يعتقدون أن هذه الخطوة جاءت متأخرة كثيرا، وكان من المفترض أن تأتي قبل سنوات، ولن تكون لن يكون لها تأثير كبير في حقيقة الأمر. يمكن الآن صحيح أن العملة الإيرانية ارتفعت قليلا أمام الدولار في الأيام الماضية، لكن هذا الارتفاع ما لبث أن عاود إلى الهبوط البارحة أيضا بعد إثر هذه القرارات. انخفض التومان الإيراني إلى 9200 تومان مقابل الدولار، لكن البارحة عاد ليتجاوز 10000 تومان مقابل الدولار. هذا التأثير لن يكون تأثيرا كبيرا، خصوصا أن الاقتصاد الإيراني يعاني من أزمات كبيرة في الحقيقة، يعاني من مشاكل بنيوية، يعاني من خلل في بنية الاقتصاد. وهم قالوا هذا ورثوه من نظام الشاه، يعني هم قالوا هذا يعني لكن هذا ما النظام الإيراني صار له في الحكم 40 سنة، لكنه متعود على إلقاء اللوم على الآخرين. الآن الرئيس الحالي يلقي اللوم على الرئيس السابق، وكل الإدارات تلقي اللوم على الرئيس السابق ليتنصلوا من مسؤوليتهم. الحقيقة أن الاقتصاد الإيراني يعاني من أزمة حادة لا يمكن لإجراءات من هذا الحجم إيقافها. في قطاع النفط
فقط قطاع النفط والطاقة تحتاج إيران إلى 100 مليار دولار للاستثمار فيها. قطاع النفط وهو القطاع الحيوي بالنسبة لإيران، القطاع يعاني من تآكل وهو مهترئ، يحتاج إلى كما ذكرت إلى 100 مليار دولار لكي يكون قادر على مواكبة يعني التغيرات الحالية. فهذه إجراءات طفيفة لن يكون لها أثر بعيد في المستقبل. إذا كانت هذه الإجراءات سيد سعد، إذا كانت هذه الإجراءات طفيفة وغير قادرة على مواجهة عبء العقوبات الأمريكية، إلى أين هذه العقوبات تقود إيران؟ المشهد السياسي والاقتصادي في إيران في المرحلة المقبلة من منظور موضوعي، من رؤية موضوعية برأيك؟ طبعا من الناحية الاقتصادية، يعني إيران تعاني منذ سنوات، هنالك أزمة البطالة موجودة ومتفشية في إيران، تصل إلى بعض المناطق والمدن إلى 50%، لأن لا ننسى أن المجتمع الإيراني والشعب الإيراني 60% دون 30 عاما، يعني هنالك طاقة بشرية هائلة لا تستطيع، لم أزمة بالنسبة إلى الحكومة الإيرانية بملف البطالة، هنالك تفشي الفساد الإداري، هنالك أيضا سطوة الحرس الثوري حتى من الناحية الاقتصادية، وهنالك الهيمنة على المصانع والشركات الكبرى في البلاد. كل هذا يؤدي إلى يعني خلل كبير في البنية الاقتصادية في الداخل الإيراني، وهذا ما الآن نراه الآن، حتى العجز الآن ساهم فيه، وحتى مثل ما يقولون يعني تجار البازار الإيراني يساهمون الآن حتى في يعني في الضرر الدولة الإيرانية، وهو واتهمتهم عدة مرارا وتكرارا الدولة الإيرانية، الحكومة الإيرانية تتهم كثير من التجار باحتكار الدولار واحتكار ولتأزيم الموقف الحكومة الإيرانية. فإلى هنالك أتصور هنالك أيادي خفية تدفع في اتجاه أنا مقتنع بأن هنالك توجه حقيقي بإسقاط هذا النظام وإضعافه حتى يأمن. توجه من أين سيد سعد؟ توجه من أين؟ طبعا تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، أتصورنا من وراء ومن خلفه. فهذا الأمر بات واضح. لكن دعني هذه النقطة لأهميتها وأنت تركز عليها، يعني دعني أحرر معك هذا الموضوع وأسألك، أنقل لك آراء تقول إن إيران الآن في هذه المرحلة تشكل أهمية استراتيجية، وجودها بنظامها الحالي تؤدي دورا وظيفيا بالنسبة للأمريكيين، من ذلك السيطرة على تمدد الإسلام السياسي في المنطقة العربية، فكيف يمكن البناء على كلامك بأن أمريكا تريد إسقاط الإيرانيين في هذه المرحلة أو النظام الإيراني؟ نعم، النظام الإيراني أنا أتصور هو نظام عقائدي الآن في هذه المرحلة، لا أعتقد أن انتهى دوره، وخصوصا أن الولايات المتحدة الأمريكية تعرف تماما أن هذا النظام بات يعني بات الشعب الإيراني يعني مكره لهذا النظام. فإذا لا تريد أن تتفاجأ بالولايات المتحدة الأمريكية بإسقاط لربما تعول على هذا النظام للمستقبل وثم ينهار ويأتي نظام لربما هي لا تستطيع أن تكون لها اليد الطولة. فأنا أتصور أن استراتيجية الولايات المتحدة في هذه المرحلة تتطلب أن تستبدل هذا النظام بنظام آخر حليف جديد. نعم، وهذا كلام لا يوافق عليه الكثيرون دكتور محمد. عقوبات أمريكية تزداد صعوبة وشراسة، تتزامن مع اقتصاد مهترئ، تتزامن ذلك مع هبوط حاد للريال الإيراني، ثم بعد ذلك العامل الجديد والخطير التظاهرات في الداخل التي بدأت ترفع شعار إسقاط النظام. كيف يمكن لطهران أن تعالج هذه الأزمات على مستوى هذه الأصعدة في وقت ذاته؟ في الحقيقة إيران تمر بأزمة كبيرة، ربما هذه الأزمة هي الأسوأ لها منذ انتصار الثورة الإيرانية. النظام الإيراني الآن أقولها وأنه قد وصل إلى طريق مسدود، ليس هناك خيارات كثيرة أمام النظام الإيراني. يعي النظام الإيراني الآن أنه أمام طريقين لا ثالث لهما، إما التفاوض مع أمريكا والتنازل في كثير من الملفات
في سبيل الحفاظ على النظام، على وجود النظام قائما، وقد يتغير شكل هذا النظام. الآن باعتقادي أن النظام الإيراني مقبل على تغيير كبير في هيكليته، في بنيته، بسبب يعني بهدف الحفاظ على النظام. بالنسبة للنظام الإيراني يمكن أن يتنازل عن أي شيء لكي يبقى في السلطة. هدف البقاء في السلطة هو مصلحة عليا يعني يقتضيها. لماذا؟ كيف بنيت هذا الكلام على نظام هو يقيم شرعيته على تمدده العقائدي، أن هو صاحب مشروع توسعي، يعني هو وجوده مرتبط بمشاريعه التوسعية، كيف يمكن أن يبقى من دون مشاريع توسعية؟ هو مضطر لهذا. بالنسبة لهم الحفاظ على النظام هو الأولوية، وهو مرتبط أيضا بمسألة عقائدية، لأنهم يقولون أن هذه الدولة الإيرانية هي التي ستهيئ لظهور الإمام المهدي، وأنهم سيكونون من أتباع الإمام المهدي، فالأمر مرتبط بالحقيقة مع بعضه. لكن حين يصل الأمر إلى خطر سقوط النظام وانهيار النظام وعدم وجوده، يمكن التخلي عن كثير من المبادئ التي يعتقد سوءا. نعم، الآن كما ذكر ضيفكم الكريم، الآن أعتقد أن هناك تراجع إيراني في الملف السوري، وإن كان حتى الآن يعني لم يظهر بشكل كبير، لكن هناك تراجع في الحد الأدنى. هناك انسحاب إيراني 80 كيلومتر عن حدود الجولان، وهذا ما أعلنت عنه روسيا وصمتت حياله إيران، لأن إيران وإن يمكن أن تتنازل في مختلف الملفات لكنها لا تعلن عن ذلك. الغطرسة الإيرانية والعنجهية الإيرانية وغرورها ولا يسمح لها بالقول أننا تنازلنا في وجه أمريكا وفي وجه إسرائيل، لكنها كالعادة في تقبل بالمفاوضات وتقدم تنازلات. في الفترة الماضية حين كان الرئيس الإيراني أحمد نجاد، وهو الرئيس الإيراني الأكثر تشدداً بين الرؤساء الإيرانيين، بدأت المفاوضات بين أمريكا وإيران في 2009، حين كان النظام الإيراني الأكثر تشدداً وكان الرئيس الإيراني أحمد نجاد. لكن التفاوض ليس تنازلاً في نهاية الأمر. لكنهم تنازلوا. متى يعني؟ كيف تنازلوا وترامب يقول إن أمريكا وقعت أسوأ اتفاق في تاريخها؟ بالنسبة لترامب هو أسوأ اتفاق، لأن أوباما عقده، ولأن هناك الكثير من لأنه يريد أن يحقق مكاسب. لكن نصوص الاتفاق سيئية. نصوص الاتفاق إذا تفحصتها جيداً لا تعني تنازلاً إيرانياً ذا جدوى. لكن في الحقيقة هناك تنازل كبير من إيران في كثير من النقاط في الاتفاق النووي. لو تابعنا التصريحات الإيرانية التي سبقت الاتفاق النووي، كانت إيران تضع خطوطا حمراء على كثير من النقاط التي خضعت لها في الاتفاق. والفترة القادمة ستشهد الأمر نفسه، لا سيما أن هناك الآن حديثا عن مفاوضات سرية تجري برعاية عمانية. منذ فترة زار الوزير الإيراني جواد ظريف عمان سرا، وبعد ذلك سافر وزير الخارجية العماني إلى أمريكا والتقى بوزير الدفاع الأمريكي، ثم بعد ذلك شهدنا زيارات متبادلة بين المسؤولين الإيرانيين والعمانيين، مع أن الطرفين نفيا وجود مفاوضات تحت الطاولة، لكن هذا النفي لا قيمة له في الحقيقة، ونحن اعتدنا على نفي النفي الإيراني لمفاوضات سرية. إيران ليس أمامها من خيار إلا التفاوض. إذا لم تتفاوض مع أمريكا، والتفاوض يعني تقديم تنازلات. صحيح أن بومبيو ذكر، وزير الخارجية الأمريكي ذكر أن 12 شرطا، وطلب من إيران تحقيقها لرفع العقوبات، لكن أنا أعتقد أنه ليس من الضروري أن تطبق إيران جميع هذه البنود. يمكن لها أن تتنازل عن بعض هذه البنود وتتراجع في بعض الملفات مقابل، لكن حقيقة وهذا يعني ما يقبل به ترامب في الحقيقة. شخصية ترامب لو لكن حقيقة أي بند تتنازل عنه يعني عنه إيران في هذه من هذه البنود هو مؤثر جدا على إيران. دعني أذهب إلى أمستردام. يعني قبل أن أذهب إلى الفاصل، سيد سعد، حصلت تظاهرات كثيرة، وقعت تظاهرات كثيرة في إيران قبل ذلك، قبل العقوبات الأمريكية، لكن اللافت أن هناك موجة من التظاهرات التي لم ترتبط بجهة سياسية محددة. من المراقبين من قال إنها مفاوضات مظاهرات
أو تظاهرات عفوية شعبية، ولا ننسى تظاهرات البازار الإيراني. السؤال هو إلى أي مدى هناك ارتباط، علاقة ما بين هذه التظاهرات المتصاعدة بشعاراتها وباتساعها أفقيا وبين العقوبات الأمريكية على طهران؟ نعم، هم أبي العزيز، هو أمران مترابطان. فالعقوبات هي تضيق على الاقتصاد الإيراني، وبالتالي هذا الاقتصاد الإيراني سيؤثر على ضعف الاقتصاد الإيراني، سيؤثر بالكثير على الشعب الإيراني. فهذا من الطبيعي أن تكون نبرة الاحتجاجات وتوسعها وزيادة رقعتها مؤكدة. وهنالك أيضا لا نستطيع أن نقول عفوية تماما، هي لأن هذا الحال هي أمور متراكمة منذ مجيء هذا النظام إلى يومنا هذا، وخصوصا هنالك أيضا محرك لهذه المظاهرات. لربما هنالك بعض يعني مثل مجاهدين خل وغيرها من المعارضة الإيرانية لها أنصارها ولها قياداتها المدنية، وهنالك ارتباطات كثيرة. فأكيد هنالك من يحرك، لكن مجاهدي خلق منذ سنين طويلة تعارض النظام ولن تستطيع أن تحرك تظاهرات مثل التي نراها اليوم. وعندما قلت لك عفوية، القصد منه لا توجد جهة سياسية محددة تقف وراء هذه التظاهرات، وإنما هي حالة استياء شعبي في الداخل الإيراني. أتصور أن هنالك ذكاء أيضا من المعارضة وأيضا من من يعارض هذا النظام. هنالك يعلمون تماما بأن هذا النظام قمعي، وإن تبنت جهة معينة هذا التحرك ستفشل هذه المظاهرات ولن تتوسع. لهذا السبب هم لا يعلنون من وراء هذه ولا يتبنون هذه المظاهرات تكون هنالك حتى تأخذ مداها وتتسع أكثر وأكثر. وهنالك أنا أتصور أستاذ جهاد بأن الإدارة الأمريكية جادة في هذه المرحلة، ونحن نعلم تمام بأن هذه العقوبات وصرامة هذه العقوبات تدل وتؤشر بأن هنالك تغيير كبير يجب أن يتم في إيران، خصوصا أن حدة العقوبات وأيضا اليوم الحكومة العراقية والدولة هذه التي من المفروض أن تكون حليفة لإيران اليوم منعت الصادرات البضائع الإيرانية، وأيضا أوقفت المصارف بتحويل عملاتها إلى تلبية وخضوعا للعقوبات الأمريكية. نعم. هذا أول حليف، وهذا يعني من المفروض يكون من المستبعد أن النظام العراقي يعمل هذا. لكن سيد سعد، النظرة يعني من جانب آخر، يعني النظرة ليست معسولة بالنسبة لمعارضي إيران كما تراها. ثمة عوامل جديدة دخلت على خط الصراع أو الاحتقان أو التوتر بين الطرفين الأمريكي والإيراني. هناك حلف أوروبي متماسك يكيف سياساته بما يتماشى مع مصالحه ضد الإجراءات الأمريكية. هذا ما نريد أن نبحث عنه بعد الفاصل الأخير مشاهدينا الكرام. أهلا وسهلا بكم إلى الجزء الأخير من حلقة اليوم. دكتور محمد، إيران لم تعد لوحدها كما كانت في المرحلة السابقة. الآن أوروبا يعني فتحت شهيتها إلى السوق الإيراني، الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين يبدو أنهم حتى الآن متماسكون ضد الإجراءات الأمريكية الأحادية ضد إيران. السؤال، إلى أي مدى يمكن لطهران أن تفيد من هذا الحلف الباحث عن مصالحه في أسواقها؟ في الحقيقة صحيح أن هذا الحلف الرسمي هو حلف متماسك، لكن الاتحاد الأوروبي والصين وروسيا
لا يمكنها إجبار شركاتها الوطنية على التعامل مع إيران. لكنها عدلت صحيح. قوانينها. عدلت حيث تحميهم من العقوبات الأمريكية. الآن الشركات صحيح أنها عدلت هذه القوانين، وهو في الحقيقة ليس تعديل القوانين، هو إعادة لقانون جرى اتخاذه قبل 22 عاما للالتفاف على عقوبات كانت قد فرضت على كوبا وكوريا الشمالية وإيران. ليس بإمكان الدول الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين إجبار شركاتها على التعامل مع إيران. على الرغم من تكييف هذه القرارات في الاتحاد الأوروبي للتعامل مع إيران، إلا أن أكثر من 100 شركة أوروبية وأمريكية خرجت من إيران مع إعلان الرئيس الأمريكي عن رغبته بالانسحاب من الاتفاق النووي. شركات كبيرة مثل توتال، مثل جنرال إلكتريك، حقيقة شركات بوينغ كانت قد وقعت عقودا مع إيران بقيمة 16 مليار دولار، ثم بعد الإعلان الأمريكي عن هذه عن العقوبات ألغت هذه الاتفاقية، وكثير من الشركات حذت حذوها. يمكن لأوروبا أن تصدر قرارات وتتخذ ما تشاء، لكن لا يمكنها إجبار الشركات على التعامل مع إيران، لا سيما أن التعامل مع إيران سيخضع للنظام المصرفي العالمي، والنظام المصرفي العالمي تتحكم به الولايات المتحدة. الآن مثلا في ألمانيا يقول وزير الخارجية الألماني أنه ليس لدينا مشكلة، ليس لدى الشركات الألمانية مشكلة في التعامل مع إيران، لكن المشكلة كيف نحصل على الأموال التي نتعامل معها بإيران، فكيف سينقلون الأموال إذا كان هناك حظر على النظام المصرفي الإيراني؟ وكل من يتعامل مع النظام الإيراني تجاريا حسب تهديد ترامب لن يكون بإمكانه التعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية. الآن الميزان التجاري بين إيران والاتحاد الأوروبي لا يتجاوز 10 مليارات دولار، لكن الميزان التجاري مع أمريكا يتجاوز 1,000 مليار دولار. فإذا حسبناها بشكل منطقي، الأوروبيين تقصد، مع الأوروبيين لو حسبناها بشكل منطقي، من يقبل أن يعني يتعامل مع شركة أو دولة صغيرة مقابل حجم كبير جدا؟ أيضا ليس بالنسبة إذا انتقلنا إلى روسيا، حجم التبادل التجاري بين روسيا وإيران لا يتجاوز 2 مليار دولار، إضافة إلى أن الصين الآن جرى الحديث عن الصين. في الحقيقة أنا أعتقد أن الصين لا تريد اتفاقا مع إيران، هي تريد أن يكون هناك مشكلة دائمة بين الولايات المتحدة وإيران، لأن عقد اتفاقية. دكتور محمد، الصين تحصل على 650 ألف برميل يوميا من إيران، تدفع مقابلهم 15 مليار دولار سنويا، هل تريد أن ترميهم في البحر الصين؟ لا 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 أقول ذلك، لكن أنا ما أردت أن أقوله أن الصين تخشى من التهدئة في المنطقة، تخشى من حلحلة الملفات في المنطقة، وإذا حلحلت هذه الملفات ستتجه أنظار الولايات المتحدة إلى شمال شرق آسيا، وستزداد الضغوط والمشاكل بالنسبة للصين مع أمريكا. فلذلك يعني تريد أن تشغل الولايات المتحدة في هذه المنطقة. لو أذنت لي أذهب إلى أمستردام. سيد سعد، يعني ماذا يمكن للأوروبيين الذين يبدون أنهم حقيقة يعني لاهثين وراء السوق الإيرانية، ماذا يمكن أن يفعلوا لطهران في المرحلة المقبلة وهم الممتعضون من الإجراءات الأمريكية؟ صراحة هو أمر مقترب من المنطق الأوروبي، ولكن لربما يعني أعطيه صورة أخرى مغايرة من زاوية أخرى. أنا أتصور ليست لاهثة أوروبا إلى السوق الإيراني بقدر ما هي أداة ضغط على الولايات المتحدة أيضا حتى لا تنصاع كاملة لقرارات الولايات المتحدة وتأخذ الكحك كاملة، لأن أي تغيير في هذا النظام وفي المنطقة تريد أوروبا أن تكون لها سهم كبير، ولربما إن ضمنت أوروبا
نصيبها في إيران الجديد، أنا أتصور أنها سوف تتخلى على هذا النظام. فأنا أتصور هي فقط مجرد مثل ما ذكر، أؤكد على كلام ضيفك بالنسبة إلى حجم التبادل التجاري ليس مجدي لأوروبا حتى تعادي الولايات المتحدة وتعترف الولايات المتحدة، بقدر ما أن أتصور أن تكون هنالك. لكن السوق الإيرانية سعد سوق واعدة وهي في بداياتها، وإيران يعني تغري بالكثير بالنسبة للأوروبيين في المرحلة المقبلة. لا أتصور أن الحجم يعني بهذه الصورة، لأن المهيمن على السوق الإيراني أعتقد هي الصين وهي نعم. الأولى. أنا أتصور أن سوف أوروبا يعني الصين تخشى أيضا من مزاحمة الأوروبيين عليها، ولا أجد أن يعني لا أتصور هذه الوعود يستطيع هذا النظام الإيفاء بها، فهي مجرد لربما وعود كاذبة حتى يعني لربما يستفيد هذا النظام من الموقف الأوروبي. نعم دكتور محمد، يعني معذرة منك، بقي معي دقيقة وعشر ثواني، بهذه الدقيقة لو سمحت لي، إلى أين يمكن أن تذهب أمريكا مع إيران، وهي ثمة من يقول بأن أمريكا تحتاج طهران لقطع الطريق على مشروع الحرير البري الجديد الذي تسعى الصين إلى مده باتجاه أوروبا مرورا من منطقة الشرق الأوسط، إلى أي مدى يمكن أن تذهب مع إيران؟ أمريكا مستمرة في الضغط على إيران، لكن أنا أرى من زاوية مختلفة أن إيران في الفترة المقبلة ستكون مضطرة إلى محاولة السعي لتهدئة الأمور داخل البلاد والعمل على عدة ملفات. الملف الأول محاولة إدارة الأزمة الاقتصادية في البلاد، الملف الثاني محاولة التقليل من أثر العقوبات الأمريكية على الاقتصاد الإيراني، والملف الثالث مواصلة الحوار مع الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين للحفاظ على الاتفاق النووي، واللعب بأوراق إيرانية في المنطقة بهدف تقليل حجم التنازلات التي ستخضع لها مقابل أمريكا مستقبلا. والملف الرابع توجيه الشكر لك على المشاركة في هذه الحلقة، شكرا جزيلا لك. أعزائي المشاهدين، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة التي أشكر في ختامها الدكتور محمد عبد المجيد الباحث في مركز الدراسات الإيرانية، وكان معنا عبر الهاتف من أمستردام سعد الكعبي الباحث في الشأن الإيراني. شكرا لكم على حسن المتابعة، إلى اللقاء.